بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الآن إن شاء الله يجب أن نضيف بعض الأيقونات ونذكر بأنه يجب أن تكون عندنا كونيكسيون إنترنت أو ربط بالإنترنت لنقوم بتحميل الأيقونات الموجودة في فونت أنصوم كما شرحنا ذلك في الفيديوهات السابقة. وبالتالي أحبائي الكرام، لاحظ أننا عندما نقوم بتكبير الأشياء لا زال الرونق، لم خصوصا عندما نقوم بتصغير الموقع. لاحظ، إذا سنقوم بإضافة أزرار للإغلاق ولإظهار الأشياء لنجعل الموقع ريسبونسيف أو متجاوب مع جميع أحجام الشاشات، وبالتالي لن نستعمل بوتستراب، سنستعمل فقط تقنيات البوتستراب. إليكم الطريقة أحبائي الكرام. سنقوم هنا بإضافة الإغلاق، أيقونات الإغلاق والإظهار بشكل جيد إن شاء الله. يا بسم الله. إذن سنقوم بخلق فقرة، يعني ديف تاغ. هذه الديف سنقوم بإعطائها كلاس نيم للرونقة داخل، وعلى كلاس نيم إذن سنسميها أحبائي الكرام كوتيشن، سنسميها إن شاء الله منيو إيكون مثلا، وعلى منيو بالكرام. ثم سنقوم بإضافة الأيقونات الخاصة بالإغلاق والإظهار، وهي عبارة عن أيقونة الأولى سنمرر لها الكلاس نيم. أحبائي الكرام، كلاس نيم معروف جدا، ولا يمكنك اختيار ما شئت من الأيقونات. إذا سنختار F A Solid، F A Bars، ولا عادية جدا. إذا لو لاحظنا هنا، إذا أصبحت عندنا الحمد لله هذه الأيقونة الخاصة بإظهار بالإظهار. إذا يلزمنا برمجة أخرى للإغلاق إن شاء الله. إذا سنقوم بنفس الشيء، سنعاود Ctrl C Ctrl V، ثم سننادي على F A Times، يعني عبارة عن علامة الضرب F A Times. الحمد لله. إذا سنرى إن شاء الله أيقونتان، إذا أيقونة الإغلاق ثم أيقونة الإظهار بهذا الشكل لو لاحظتم هنا أحبائي الكرام. إذا سنقوم بإعطائها الرونق لكي تبدو جيدة إن شاء الله. إذا هنا لبرمجة التناوب بين الإظهار والإخفاء يجب أن نستعمل السيس كما شرحنا ذلك في الفيديوهات الخاصة بالرياكت. وبالتالي إن شاء الله سنقوم بالشيء التالي، وهو عبارة عن تمرين كلاسيكي أو أشياء كلاسيكية جدا، وبالتالي يجب على الأقل أن تقوم ببرمجتها كأنت كمبرمج مرة في العمر، وتقوم بنقل الكود سورس إن خلقت موقع إلكتروني آخر. وبالتالي هذا الكلاس نيم لن نستعمل اثنان من الكلاس نيم احبائي الكرام. اذا سنقوم هنا بالمنادات على تالة. اذا لاحظ جيدا، هنا ساقوم باستعمال كود جافا سكريبت احبائي الكرام. اذا كود جافا سكريبت على عادي ساقوم بتوضيحه. اذا هنا كلاس نيم، اذا هذه المرة لن انادي then times، وعلى هنا سأقوم بإدخال curly braces لإظهار الجافا سكريبت، وعلى وهنا سأقوم بالشيء التالي this، سأنادي على this الكائن dot state then dot state، وعلى state dot clicked. إذن هنا سننادي على الخاصية clicked، وعلى dot state dot clicked. إذن علامة استفهام، وعلى ثم سننتقل إلى الشيء التالي. إذن علامة استفهام سيكون عندي الكلاس الذي أريد أن أقوم ب الأيقونة التي اسم الأيقونة التي أريد أن أقوم باستعمالها، ثم نقطتان الأيقونة الثانية.
على إذن الأيقونة الأولى خاصة ب تايمز، إذن سأقوم ب FA سوليد عادية جدا، ثم FA تايمز. أما يعني إلا كان كليكت إيكالا أوكي إيكالا فالز أو ترو سأنادي على الإغلاق، وإذا كانت ترو سأنادي على الإظهار، وبالتالي سأستعمل فالز FA سوليد ثم FA سوليد FA بارز. إذن FA بارز نعم، نلاحظ هنا بارز، إذا لاحظ هناك قمنا على حسب السيس. إذا لاستعمال السيس يجب أن أقوم هنا بإعطاء قيمة أولية للسيس أحبائي الكرام داخل داخل الدال داخل الكومبوننت، وبالتالي هنا سأقوم بالشيء التالي. إذا سأقوم بالشيء التالي، يا بسم الله، سيس واحد سيت ماذا تساوي، سأدخل كود جافا سكريبت صاحبي الكرام، ثم هنا كليكد دوت فالس، سأمرر له فالس. إذا هذا عبارة عن كائن أحبائي الكرام، كائن أوبجي جافا سكريبت يحتوي على كي فاليو، يعني كليكد إيكالا فالس. هنا تلزمني أحبائي الكرام دالة on click، إذا ضغطت على هذه الديف سأظهر واحد فوالا. إذن وبالتالي هنا سأضيف هنا on فوالا clicked on click يساوي سأنادي على دالة. هذه الدالة إن شاء الله سأقوم ببرمجتها تغير الحالة من clicked equal false الى كليكد ايكالا ترو، وبالتالي يمكن ان اسميها ما شئنا، مثلا اون كليك ذس، يعني الدالة التي سأبرمجها ان شاء الله. اذا سأبرمج احد الدالات رو، وعلى سأبرمج دالة اسمها هاندل تغير الحالة من فالز الى ترو او الى عكس الاشياء، وبالتالي سأسميها دالة هاندل كليك هاندل كليك، تكون عبارة عن الرو فانكشن لا تحتوي على أي بارامتر، وترجع لنا الشيء التالي، ترجع لنا كائن على سطر واحد هنا روتورن العكس، روتورن يمكن كتابة روتورن العكس من هذا فوالا. وبالتالي سنغير الحالة إن شاء الله. إذا this dot set state تغيير الحالة set state على set state بين قوسين، ماذا نريد أن نغير؟ سنقوم بالذهاب إلى object JavaScript الخاص هي clicked، سنعطيها العكس أحبائي الكرام not point exclamation الحالة القديمة للدس الحالة القديمة للستاتيوس دوت ثم ستيت دوت كليكد فوالا. إذا هنا يمكننا أن فوالا، إذا سننادي على هذه الدالة التي برمجناها اسمها هاندل كليك. إذا سأقوم بنقل الكود سورس هاندل كليك كنترول ستي، ثم هنا سأنادي على هذه الدالة كنترول في فوالا. إذا أتمنى أن تكون الأشياء فوالا. إذا لاحظ هناك خطأ line state is not defined state is not defined السيت يجب أن يكون عبارة عن كلاس أعتقد، يعني إذا لم نستعمل الهوك سنقوم بجعل هات نافبار عبارة عن كلاس أعتقد. فوالا إذا
يعني سنرجع إلى الطريقة القديمة هنا. إذا سيكون عبارة عن كلاس ناف بار، يعني يمكن أن أقوم بتبديل هذه الأشياء. كلاس ناف بار اكستند رياكت دوت كومبوننتس، ولكن يجب أن أقوم باستبدال رندر. إذا سيكون عندي رندر، ولا يجب أن يكون عندي أحبائي الكرام الدالة رندر بدل روسورن. وإذا سأقول كونستانت إيليمنت روسور على رندر إيليمنت. وعلى إذا يمكنني أن أقوم بكتابة رندر، يعني الذهاب إلى الدالة رندر وعلى بين قوسين، وهنا يمكنني أن أكتب return على return الإيليمنتس elements، وهنا لا يجب أن أتوفر return elements أو return elements render return elements constants elements. سأقوم بجعلها داخل على داخل هذا الكود داخل render. كنترول اكس فوالا، ثم داخل رندر يمكنني ان اقوم ب كنترول في فوالا، و هنا كونستانت رندر برمج اللي هنا رندر اين هي رندر هنا. اذا ساقوم بسحب روتور رندر اعتقد هنا ولا رندر ترجع لنا هاد الاليمنتس ولا ولا هذه الأخضر على رندر على وهذا رندر يجب أن تقوم أن يكون عندنا الروتورن. يعني يمكن أن أكتب هنا روتورن روتورن إيليمنتس، والإيليمنتس يساوي هذه الناف روتورن. بين قوسين رندر عبارة عن دالة فوالا، وهذه الدالة دائما تبتدئ بأكولاد مفتوحة وأكولاد مسدودة رسول. إذا هنا أعتقد وعلى لام مغلقة فوالا. هاندل كليك إز نوت ديفايند فوالا، سأذهب إلى هاندل كليك. إذا لاحظ الدالة هاندل كليك أون كليك هاندل كليك أون كليك هاندل كليك ديس روتورن. إذا هنا تلزمني هاندل نوت ديفايند، يعني سأقوم بإضافة هنا لاف بار و LT نوت ديفايند.
إذن روتور ناف مباشرة، إذن لن أقوم ب أقوم بالسحب، سأدع الناف مباشرة ناف روتور هاته الناف، إذن وعلى إذن سأقوم بمحو هذه الأشياء وعلى. إذن دائما أكولاد مفتوحة بالنسبة للرندر وعلى، ثم دالة أخرى هنا وعلى هاندل كليك ستيت هنا قلت سيدي هاندل كليك از نوت ديفايند، اذا هذه الدالة ستيت هاندل كليك نوت ديفايند كنترول سي تسمح على الإطالة، ولكن ثم اون كليك اكتب هنا this هاندل كليك فوالا، اللهم لك الشكر. هذا راجع بأن لا نستعمل الهوك، نستعمل السيت. إذا لاحظ لو ضغطت هنا سأحصل على هذا السهم، ضغطت إذا تصبح عندي، لو ضغطت هنا أغير حالة الديف ولا، عندما أقوم بالضغط على هذه الفقرة التي تتوفر على اثنين من الأيقونات وعلى. استسمح انني استعملت الكومبوننت باستعمال دالة، لانني لم ادرس بعد الهوك لاخذ الحالات او اخذ السيت، وبالتالي برمجت بالطريقة القديمة الخاصة بانشاء كومبوننت عن طريق كلاس لاتمكن من استغلال التقنية السيت. اذا ساريكم ان شاء الله في موقع إلكتروني آخر إن شاء الله باستعمال الهوك. إذا لاحظ الكود سورس سيكون بهذه الطريقة، كلاس عادي يتوفر على حالة سيت، يتوفر على دالة تقوم بتغيير الكليك من فالز إلى ترو، والكلاس دائما يحتوي على رندر، رندر تقوم بهذا الشيء. إذا يمكنني هنا أن أكتب الكود سورس، نقوم بجمع الكود سورس اي لاحظ نعم. اذا هنا يمكنني ان اكتب في السطر ولا نعم كنترول زد ولا، اذا هذه الخاصة بي وهنا ولا. يمكنني أن أقوم ب على إي على هذا العنصر إي داخل ديف على، ولكم الكود سورس أحبائي الكرام. ديف تحتوي على أون كليك، إذا ضغطنا على هاتي الديف هاندل كليك ننادي على دالة تغير الحالة، ثم هنا داخل هاتي الديف هناك الأيقونة على حسب الأيقونة الأولى أو الثانية فوالا. إذا هذا هو الكود سورس أو الكود البرمجي كلاسيكي جدا. هناك ديف فوالا، داخل ديف هناك الإي أحبائي الكرام، يمكننا هنا توضيح الأشياء فوالا عادية جدا. عبارة عن كود برمجي عادي لتتمكنوا من نقل الأشياء. class name this state clicked سنظهر هذه الأيقونة، إذا كان العكس سنظهر هذه الأيقونة على حسب أحبائي الكرام
تغيير الحالات. إذا شكرا لانتباهكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله يشرح هذه الأشياء.